اوكي، السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور، صباح الخير. صباح النور. اوكي، بس نستنى لنا شوي لحد ما يدخل باقي الطلاب. في حدا منكم جرب يدخل على الباث تو كود اللي حطيت لكم اعلان عنه على الاي ليرنينج؟ أنا دكتورة. بدي تحاولوا كلكم تدخلوا عليه، لأنه اعتبارا من الأسابيع الجاي كل الواجبات وكل الأسايمنتس راح تكون عليه، وحتى الكويزز إذا راح يكون برضو عليه. فبدي تدخلوا كلياتكم. طبعا خلينا بس أفرجيكم الموقع للي ما دخل أو ما جرب سابقا أبدا. فهاي الباث تو كود كموقع، بدكم تدخلوا من باث تو كود اللي هي لوجين عندكم هون. واضحة عندكم الشاشة؟ واضحة دكتورة. اوكي، فبدنا نفوت باث تو كود لوجين. طبعا انتم رح تدخلوا برقمكم الجامعي at yu، واليوزر والباسورد برضه نفس الشيء، رقمكم الجامعي at yu. احنا مختلف كاعضاء التدريس، بندخل من خلال الايميل كامل. لما تعمل ساين ان بعد ما تدخل يوزر نيم والباسورد نفسها، بدي من الجميع يروح لي على السيتنجز ويعمل تغيير للباسورد الموجودة عندكم. واضح؟ الهدف من تغيير الباسورد إنه لما تيجي تسلمني الواجبات بعدين ما يصير حدا يدخل مكان حدا أو يصير أي مشاكل أبداً. بالنسبة لكم ممكن يظهر معلومات أخرى، بس أنا لأنه ما في عندي مواد برمجية غير ال 250 فبتظهر هي فقط عندي. اللي منزل 110 أو سوري هي 111، وفي كمان مادتين أخريات أنا مش بذكر شو هم، لازم يظهروا عندكم المواد هون بهاي الصفحة. فأي حدا عنده مواد برمجية أخرى لازم تظهر عنده بهاي الصفحة. مبدئيا لسه ما ضفت لكم ليكتشرز، رح تدخلوا رح تلاقي هون الأسابيع، الليكتشرز، مواعيد الامتحانات أو الكويزز، الأسايمنت. لحتى نضل رابطين مع بعض وشابكين من خلال الاي ليرنينج، راح احط لكم انا اعلانات من خلال الاي ليرنينج انه امتى في عندكم كويز، امتى في عندكم اساينمنت، لحد انه الامور كلياتها تكون تمام بدون اي مشاكل. فاللي بيحكي لي انه كيف بدنا نعرف في عندي اساينمنت او في عندي كويز، راح احط لكم على الاي ليرنينج بالاضافه على هذا الموقع اللي هو الباث تو كود، لحتى الكل يعني يكون في عنده إمكانية إنه يدخل ويشتغل معانا وما حدا يروح عليه assignment أو quiz نهائيا. تمام؟ طيب، مرة ثانية الباث تو كود راح يكون لتسليم الواجبات وحل الكويزز المختلفة. أي إعلانات بتخص الكويزز والassignment راح أحط لكم إعلان على الإي ليرنينج بالإضافة على الإعلان على الباث تو كود نفسه. بدي من الجميع يدخل على الباث تو كود، يغير الباسورد تبعته من خلال السيتنج على جنب، يعمل تشيك شو المواد اللي نازلة عنده، إذا عنده مواد برمجية، مواد سنة أولى أو ثانية أو ثالثة، شو هم المواد الموجودين عنده. رح نبلش إن شاء الله نحط لكم الكويزز والأسايمنت هناك، رح نخبركم من خلال التعليم الإلكتروني لحتى انه ما حدا يكون عنده حجه انه والله انا ما شفت او ما عرفت او ما كنت اعرف انه عندنا واجب او كويز. الواجبات هناك رح يظهر عندك اديتور، كود اديتور بالبايثون نفسه، فانت عليك تكتب الكود وتعمل له ران. ما دامك ضمن الوقت رح يسمح لك تعمل اكثر من ران وتغير البيانات وتدخل معلومات وتحاول تقرا المعلومات اكثر من مره. اذا انتهى الوقت رح يحفظ لك اخر نسخه، التصحيح راح يكون تلقائي من خلال البرنامج نفسه، ما راح أصحح شيء. يعني هو البرنامج راح يكون فيه له تقسيم معين من العلامات بناء على وصف وعلى معلومات أنا بكون مدخلها سابقا أو كود أنا حاطه بناء على أساس وعلى أساسه على شكل الريزلتس اللي راح تطلع عندكم، إنه يحكي لكم إنه أوكي ولا مش أوكي وشو العلامة اللي بدها تطلع عندكم في النهاية. واضح لغاية الآن؟
في أي سؤال عن الموضوع هذا. دكتور بالسؤال. تفضل. دكتور هيك مثلا صارت مورك يعني صارت كويس يعني مع النظام الجديد راح تقولوا شو فرق على الكويس يعني؟ راح يكون معكم مجال للتجربة أكثر من مرة، يعني تعمران بس وتشوف النتائج. وقت قديش يعني مثلا؟ أم مثلا تعطينا هلا مورك ممكن نعطيكم هذا الوقت، لسه ما اتفقنا عليه، حسب نوع الواجب اللي مطلوب منكم. أو حسب إذا الواجب إذا كان بده الوقت شغل قصير كثير، إذا الوقت الواجب بده الوقت شغل كثير نعطيكم وقت عليه كفاية، ما تخافوا. يعني ممكن نعطيكم يوم يومين إنكم تحلوه، تدخلوا على الموقع وتحلوه. لكن إذا الواجب خلينا نحكي بسيط جدا، ممكن نعطيكم ساعتين ثلاثة بس للحل. هذا حسب نوع الواجب اللي مطلوب. تمام؟ طب دكتور مثلا بزبط مثلا تفضل. اعمله على سبايدر مثلا واعمل له كوبي بيست للموقع مثلا؟ ببين عندي انك عم تعمل كوبي من مكان اخر، وهيك بعتبرك الموقع انه غش. يعني ما لازم على الموقع بس على ممنوع. الموقع نفسه في كود اديتور، ومسموح لك تكتب وتمحي وتعمل ران اكثر من مره وتصحح اخطاء، زي كانه السبايدر نفسه. تمام يعني دكتور. مش راح تشوف فروقات ابدا، بس انه مكان الكتابة دكتورة الكود راح يكون اصغر شوي. تفضل. دكتورة بس مشان الايدنتيشن وهاي الامور الايدنتيشن اها. فراح يكون في هيك مشاكل، راح يكون في مشاكل من هاي الناحية، فايش راح الحل؟ نحاول انه اي مشكلة انتم بتتعرضوا لها ابعتوا لنا ايميل بالموضوع، واذا اجمعوا الطلاب كلهم عليه وتأكدنا منه احنا بنحل لكم اياه، ما عليكم. تمام. فأي مشاكل بتصادفكم سواء على الموقع الباث تو كود أو الإي ليرنينج، أو أي معلومة عم توصلكم غلط، أو ما فهمت أنا معلومة معينة، أوريدي إحنا لما بدنا نحط لكم إنه هوم وورك معين رح نذكر لكم تفاصيل كافية، ونحط لكم إنه الحل لازم يطلع بالشكل المعين. إذا أنا دخلت إنبوت أرقام معينة كيف رح يطلع الأوتبوت عندي في النهاية، والتصحيح بناء على هذا الشيء رح يكون طبعا من خلال الموقع نفسه. وكل جزئية رح يكون عليها جزء من العلامة، يعني في تقسيم للعلامات مش on off، بس لازم البرنامج ما يكون فيه أخطاء عم بيعمل run. إذا فيه أخطاء ما بيعمل run نهائيا، معناته ما رح تاخد ولا جزء من العلامة. إذا أجزاء معينة عم تشتغل وأجزاء لا، لأنه البايثون بضل يعمل run ليوصل لمنطقة الخطأ، فبصلح لك الأجزاء اللي أنت مشتغلهم صح وبيعطيك علامتهم فقط. تمام؟ في أي استفسار آخر؟ طيب، آخر شيء وصلنا عند هذا السلايد ما كملنا شرح فيه. حكينا إنه البيج أو أوف 1 إنه عبارة عن أرقام، أنا حطيت معادلة كلياتها أرقام وجمع بيناتهم أو جمع وطرح، فمباشرة بناخذها بيج أو أوف 1 لأنه هذول عبارة عن كونستانت أرقام ثابتة. اللوج إن رح ناخذ إكزامبل إمتى بيطلع عندي لوج إن. بالنسبة للآن اتفضل يا محمود. ورا بس سؤال، انا أطبع. اخذت البايثون ولا بالبايثون؟ تمام تمام. لحد الان مثلا امبارح عرفت المحاضرتين هذول، بس لحد الان انا مش فاهم شو مثلا الالجوريثم. يعني شو انا الالجوريثم؟ خلينا نحكي ميثود بدنا نكتبها بطريقه مش كامبلمنتيشن على البايثون. يعني انا اجيت حكيت لك مثال عملي خوارزمي، هلا راح اعطيكم امثله انه خوارزمي بتشتغل لشيء معين، بس ما بدي اياك تكتب لي اياها اس كود ككود معين او بلغه برمجه معينه. يعني انا بدي اكتب لي اياها كليا على خوارزميه. رح ناخذ اكزامبل هلأ عليها كمان شوي. تمام. لانه ما احضرت المحاضره تعبت هاي الون لوج الون. تمام. يعني هم كاملات هذول، يعني انا مش فاهم شو المقصود منهم، يعني شو احنا بنستفيد منهم؟ شو هلا احنا حكينا في تشابتر او في الوحده بدايه الوحده بالمحاضره الاولى إنه إذا أنا بدي أقارن شغلك مع شغل زميلك، أعطيتكم مشكلة معينة، حكيت لك أنت اكتب لي حل هذا البرنامج، حكيت لزميلك اكتب لي حل هذا البرنامج. تمام؟ الآن أنا بدي أقارن بيناتهم بدون ما أنا أروح أخذهم وأطبقهم على البايثون وأعمل تايمر ووقت وأدخل بيانات مختلفة هون وهون وإلى آخره. نبدأ أعمل الخطوات هاي، بدي اجي اطلع على الالجوريثم اللي انت كاتبها كخوارزميه كاسلوب حل. هل انت اخذت كل شيء بعين الاعتبار بالخوارزميه تبعتك؟ اوكي، بعتبرها كوركت الان، بسميها كوركت الان كالجوريثم، انه هاي عم بتحل لي المشكله من الف للياء،
عم تاخذ كل الحالات بعين الاعتبار فبسميها correct algorithm. الآن بدي أقارن بدون ما أنا أطبقها على البايثون ولا على سي بلس بلس. أنت مثلا كتبت لي إياها بايثون، زميلك كتب لي إياها سي بلس بلس، اختلاف لغة البرمجة رح يغير لي بالوقت التنفيذ. نوع البيانات اللي أنت دخلتها وترتيب البيانات هاي رح يعطيني وقت أكثر أو أقل من زميلك، بس هذا مش دليل أنه أنت اللي كاتبه أفضل من زميلك أبدا. فأنا بدي أقارن بيناتهم بطريقة تكون منطقية أكثر. فإجينا على إيش؟ على موضوع النوتيشن، البيج أو نوتيشن، إنه بأسوأ حالة كيف برنامجك عم يشتغل وبأسوأ حالة كيف برنامج زميلك عم يشتغل. قبل ما نروح نحلل الألغوريثم حكينا في عندي مصطلحات وفي عندي أساسيات لازم نفهمها اللي إحنا عم نحكي فيها الآن. كمان شوي أو بمحاضرة اليوم رح ناخد أمثلة كيف أنا رح أطبق هاي المعايير وكيف أنا رح أستخدمها لحتى أحلل ألغوريثم معينة وأطلع أسوأ حالة ممكن يمشي عليها البرنامج إذا كان نوع الانبوت وعدد قيم الانبوت غير معروف. تمام لحد هون؟ تمام. محمود وصلتك الفكرة؟ تمام. طيب فإحنا حكينا المرة الماضية عن الكمبلكسيتي، البيج أو أوف وان هو أسرع برنامج. إمتى بعتبر البرنامج بيج أو أوف وان؟ إذا كانت كل الجمل بحاجة لكونستانت تايم، وقت ثابت محدد، ما بتأثر أبداً بنوع الانبوت. مثال جملة طباعة برنت، جملة الطباعة ما في، ما حطيت قبلها شيء ولا تحتها شيء، حكيت لك اطبع لي كلمة هلو، برنت هلو، تيجي بتعمل لي صح ولا لا؟ هاي الجملة ما بتتأثر إنه أنت حطيت لي، إنه حطيت لي فراغ قبل كلمة هلو، ولا كتبت لي إياها كابيتال، ولا كتبت لي إياها سمول. وحتى لو عملت مثلا شوية ديكورات للكلمة أو تعديل على شكل الكلمة بده يظهر كيف، بظل بده إيش؟ وقت بسيط جدا، أجزاء من الثانية مش محسوسة أبدا. فمنسميها constant time ومناخد big O of one. إذا كان برنامجك كله طباعة، كله طباعة، ما فيه لا عمليات حسابية ولا جمل if statement ولا for loop ولا while loop ولا أي شيء آخر، فقط عبارة عن جمل طباعة مباشرة أو تعريف متغيرات وإعطائها قيم وطباعة قيم المتغيرات هاي، فأنت بهاي الحالة بتاخد complexity big O of one. مهما كان عدد الجمل اللي عندك، افرض عندك 100 جملة كلياتهم طباعة، عددهم ثابت، الوقت الزمني اللي بده يمر على كل جملة هو وقت ثابت، فبياخد complexity big O of one. تمام؟ لوج الآن رح ناخد حالات معينة كيف عم بيمشي للوج الآن. big O of N عادة، واللوج الآن وأن لوج الآن لما يكون في عندي نوع من اللوب، طبعا نوع اللوب وكيف شكل اللوب وشو الكونديشن اللي على اللوب رح يأثر عندي. كم عدد اللوب، هل هم نستد لوب ولا لوب منفصلين عن بعض، برضو رح يأثر عندي على الكومبلكسيتي. تمام لغاية الآن؟ بس بدي أفهم إنه مع السهم أنا بدي أمشي إنه الواحد أقل من لوج الآن، أقل من أن، أقل من أن لوج الآن، أقل من أن قوة بي، أقل من بي قوة أن، أقل من الآن فاكتوريال. آخر شيء وصلنا أعتقد عند أن قوة بي، وإحنا عم نشرح فصل الإنترنت، فحكينا إنه ليش عم بحكي لي بي أكبر من واحد. أول شيء بدي أفهم إنه البي هو عبارة عن رقم constant value، أنا بدي أعوض مكانه رقم البي. الآن هو عدد الانبوت اللي بده يدخل على الألغوريثم، إنه أنا عندي مثلاً list أو array فيها 20 input أو 20 كقيم، فالآن هون بتساوي 20. إجا زميلك حكى لي أنا عندي 100، فالآن هون هي 100، بينما ال P هذا اللي ماخده أنا كأس بالمعادلة الأولى اللي هي big O N قوة P هو constant value. ال P الآن مستحيل يكون أرقام سالب لأنه ما في loop بيمشي بالسالب. انسولي انه ممكن يبلش من رقم سالب وينتهي برقم موجب، انا بحكي انه ما في لوب بيمشي عكس الوقت، الوقت ما بيكون ارقام سالبة ابدا، الوقت دائما رقم موجب صح ولا لا؟ مظبوط. فالان شو الحالات اللي ممكن تكون انه لسه اقل من واحد؟ فممكن يكون عندي انه البي قيمتها بهي الحالة زيرو، خلينا نكتب يساوي زيرو بالشكل هذا، فهي الحالة هو رقم موجب وهو أقل من الواحد. طيب الزيرو هذا كيف رح يأثر عندي؟ إذا أجيت أنا حكيت أن قوة صفر كم بتطلع النتيجة عندي؟
أي رقم قوة صفر شو بده يطلع عندي في النهاية؟ واحد. فإذا أنا بروح هون بهي الحالة لبيج أو أوف ون، فأنا برجع على الكيس الأولى، مشان هيك حاولنا نستثنيه بهي الحالة. نروح على إذا كان البي بساوي واحد عندي الآن، فأن قوة واحد شو بطلع عندي النتيجة؟ هي الآن نفسها. فإذا أنا بأخذ بهي الحالة بيج أو أوف أن، فبرجع برضه على حالة سابقة إحنا أخذناها بعين الاعتبار. مشان هيك حط لي شرط أنه البي إجباري تكون أكبر من واحد بدون مساواة، لأنه عند الصفر برجع لبيج أو أوف وان، عند الواحد برجع لبيج أو أوف أن، وأنا ما بدي هدول الحالتين أوريدي أنا أخذتهم بعين الاعتبار. تمام؟ إذا البي بتساوي الآن كم ممكن تكون؟ ممكن تساوي 1 point بشكل هذا، هذا أكبر من واحد، فإذا رح تفرق معنا الإجابة ورح يكون ضمن الحالة اللي إحنا عم نحكي عنها. تمام؟ واضحة الأمور؟ فالبي هو رقم أنا بدي أعوض مكانه، الآن هو متغير بده ضل متغير، ما رح نعوض مكان الآن شيء، رح نعوض مكان البي فقط. في أي سؤال على هاي النقطة؟ وضحت كيف؟ طيب ناخذ الاكسبوننشال الان. الاكسبوننشال انه بي قوه ان، فبرضه بحكي لي اذا كانت البي بتساوي زيرو شو راح يصير عندي بهي الحاله؟ اللي هي صفر قوه ان. الصفر قوه اي شيء شو بيساوي؟ اعمل لي صفر تربيع، صفر تكعيب، صفر قوه واحد، صفر قوه صفر. مليون صفر بضل عند الصفر نفسه. فإحنا هون بننتقل بما أنه صار constant لبيج O of 1، لأنه constant رقم ثابت فبيج O of 1. طيب إذا كان عندي البي قيمتها 1 كيف بدها تصير المعادلة؟ 1 قوة N، 1 قوة أي شيء شو بده يطلع عندي النتيجة؟ 1 نفسه. فإذا إحنا رجعنا لمين؟ لبيج O of 1، مشان هيك استثنينا الصفر والواحد برضه من قيم البي بهي الحالة. الآن إذا أنا باجي بأخذ البي هي 1.1 قوة أن، أكيد رح تختلف معانا الإجابات تماماً، ما رح تكون النتيجة واحد في النهاية. واضحة الأمور؟ طيب كيف الآن ممكن أسأل عن هذا الموضوع في الامتحان؟ بما أنه بهمنا الامتحان بشكل كبير، ممكن نرجع للأمثلة الموجودة عندي فوق هون، يجيك معادلة زي هاي في الامتحان وأجي أحكي لك شو هي البيج أو لها. حكينا المرة الماضية إذا أنا بدي أجي أخذ الكمبلكس، طبعا هذا عبارة عن فانكشن F of N يساوي القيمة هاي الآن. نعم أرقام ثابتة من الجهة، ما فهمت عليك. أرقام ثابتة زي 19-17 أيوة الأرقام الثابتة بدنا نستثنيهم بالأول، نعمل إجنور لإلهم. فالتسعتاعش رح نشيلها، السبعتاعش رح نشيلها، الثلاثة رح نشيلها. طيب بعض الطلاب بيحكي طيب افرض الرقم هون 1000 أو 10,000 لساته اسمك إيش؟ constant رقم، فبستثني مباشرة. باجي بطلع الآن في عندي ضل أن، أن تربيع وأن تكعيب، شو أكبر أس موجود عندي؟ اللي هي أن تكعيب، فبناخدها big O للأن تكعيب طبعا حسب القواعد اللي هون. ناخد الإكزامبل الثاني، إجت بالمعادلة 2 أن لوج الآن زائد 5 أن قوة 1.1 ناقص 5، منشيل الكونستانت اللي هم 2 الخمسة والناقص 5 الأخيرة، شو بصفي عندي؟ أن لوج الآن وأن قوة 1.1. باجي بطلع على الجدول اللي عندي هون، الآن لوج الآن هي مكانها هون، بينما بيج أو للآن قوة بي بحيث أنه بي أكبر من واحد، فواحد فاصلة واحد بالعشرة هي أكبر من واحد. إذا أنا وين رحت؟ على الحالة هاي وليس على حالة الأنلوج أن، فبتكون الإجابة هي عندي بيج أو لأن قوة واحد فاصلة واحد بالعشرة حسب المعادلة. واضحة؟ ترى ممكن تقولي الثانية كمان مرة قلبي؟ الثانية الآن في عندي أنلوج الأن، في عندي أن قوة 1.1، بدي أقارن بيناتهم. كيف بدي أقارن مين أكبر؟ حسب الجدول اللي تحت. فالآن لوج الآن هي موقعها هون، هاي موقع الآن لوج الآن، بينما الآن قوة 1.1
هي فوق ولا تحت؟ بأي حالة بتيجي؟ هي بالحالة اللي تحت هون، لأنه البي أكبر من واحد، الأس عندي أكبر من واحد، فهي 1.1 بالعشرة أكبر من الواحد، فإذا بأخذها إنه هي أكبر من أنلوج الآن، لأنه السهم كل ما نزلنا لتحت معناته أنا بروح وقت أكثر، تايم أكثر، وبحاجة لكمبلكسيتي أعلى. تمام؟ دكتور. طيب ناخذ كمان اكزامبل، حط لنا كمان اكزامبل هون. جيت حكيت لك عندك المعادله التاليه اف اوف ان شو بتساوي؟ عندي 2 قوه ان زائد 10 قوه 9 زائد ان قوه 9. شو هي البيج او لهي المعادله؟ ان قوه 9. الآن بدنا نطلع على الجدول مرة ثانية، بدنا نشيل الكونستانت. مين الكونستانت عندي هون؟ 10 قوة 9 هذا كونستانت، مباشرة بشيله. شو بصفي عندي؟ 2 قوة n وn قوة 9. حسب الجدول مين أكبر، الإكسبوننشال ولا البولينوميال؟ بولينوميال. طلعوا كل ما ننزل بالسهم بكبر القيمة، الإكسبوننشال أكبر، فرقم قوة أن بيكون أكبر، فعندي شو الرقم اللي قوة أن هون؟ 2 قوة n. 2 قوة n. واضح كيف بالامتحان بده يجيكم؟ في الامتحان بعطيك معادلة بحكي لك بناء على هاي المعادلة شو هي الكمبلكسيتي أو شو هي الورست كيس أو أسوأ حالة ممكن يمشي عليها البرنامج اللي له هذا الفانكشن. تمام؟ لحد هون احنا لسه ما عرفنا كيف انكتب هذا الفانكشن، احنا بس عم بنحلله، عم ناخذ منه الكومبلكسيتي جاهزه. كمان شوي، كمان سلايدين ثلاثه رح نبلش ناخذ اكزامبل كالجوريثم واحنا نحللها جمله جمله ونشوف كم الكومبلكسيتي لها في النهايه. في اي استفسار لحد هاي النقطه؟ واضحه الامور؟ مهم جدا نفهم هاي التفاصيل، لانه كل شابتر جديد، كل ألغوريثم جديدة رح نحللها للفنكشن ورح نعمل مقارنة إنه أيا أفضل من مين حسب الكمبلكسيتي والسهم الموجود عندي بهذا السلايد. فمهم جدا إنه نحفظهم. واضح؟ طيب روح على، طبعا هاي الرسمة مش مطلوبة منكم في الامتحان، هي فقط توضيحية إنه عن نفس الأرقام، إذا أنا بدي أجي أخذ أعتبر هون الرقم 5 أو 10 فرح يختلف شكل المنحنى ورح يبين لي إنه فعلاً لوج الآن رح يعطيني قيمة أقل من أن، أقل من أن لوج الآن، أقل من أن تربيع، أقل من أن تكعيب، لحد ما أوصل للإكسبوننشال اللي هي 2 to the power n. فهي فقط للتوضيح ومش مطلوبة في الامتحان أبداً. روح على السبيس كومبلكسيتي. لما درسنا الألغوريثم وحكينا بدنا نشوف الإفيشنسي لإلها، حكينا الإفيشنسي بشغلتين، أو إنه فعالية أو مدى فعالية هاي الألغوريثم تنقاس بشغلتين أساسيات، اللي هي التايم اللي أنا بحاجته أو سرعة هاي الألغوريثم للسبيد. الشغلة الثانية اللي هي الميموري اللي أنا بحاجتها، مساحات التخزينية اللي أنا بحاجتها. فحكينا عن التايم سميناه تايم كومبلكسيتي، بينما المساحة التخزينية اللي أنا بدي أحجزها بنسميها سبيس كومبلكسيتي. بالمادة هاي رح نركز أكثر على التايم، لكن برضه مش غلط نفهم شو يعني space complexity وهل إلها notation أو رموز خاصة فيها، أو رح نتعامل مع الرموز نفسهم 100%. نيجي نحكي عن space complexity الآن، اللي هي number of memory cells or words needed to carry out computational steps required to solve an instance of a problem، اللي هي عدد الأماكن اللي أنا بدي أحجزهم في main memory لحتى أقوم بتنفيذ العمليات الحسابية أو العمليات اللي بتخص ألغوريثم معينة كلياتهم بكل الخطوات اللي أنا بدي أمشي فيها داخل المين ميموري. فأنا بدي أحجز مساحة معينة في المين ميموري، هاي المساحة هي مخصصة لتنفيذ العمليات اللي بتخص الألغوريثم لكل الخطوات اللي أنا بدي أمر فيها لحتى أكمل هاي الألغوريثم من A to Z. باستثناء الآن شو بحكي لي؟ excluding، باستثناء إذن المساحات التخزينية كلياتها للعمليات الحسابية باستثناء إيش؟ اللي هي الأماكن اللي أنا بدي أحجز فيهم للإنبوت،
اللي هم المتغيرات اللي أنا عرفتهم من البداية، فبيكونوا مستثنين من Space Complexity. فعرفت 5 متغيرات، عرفت لي 10 متغيرات، ما بهمني الانبوت ابدا، بهمني ايش الان، بهمني العمليات الحسابيه اللي قمت فيها، الخطوات اللي انا مشيت فيها، وكم احتاجوا مساحه داخل المين ميموري. فتحت عم بيفسر لي الموضوع انه only the work space، مساحه الشغل الخاصه فيه. زي لما اجي احكي لك انه عندك مساله الرياضيات، اعتبر لي باي قيمته كذا، نصف قطر الدائره مساحته كذا، مثلا اعطيتك محيط الدائره قيمتها كذا، احسب لي الاريا مثلا. الان ما بهمني المساحه اللي انا حجزتها للراديوس او الانبوت الراديوس، الباي، ما بهمني الاسماء المتغيرات اللي انا حجزتهم، بهمني خطوات التنفيذ، انه انا كيف بدي احسب الان محيط الدائره او الاريا، اللي هي بدي اضرب باي في ار في ار، اللي هي نصف القطر تربيع. فالان انا هاي المعادلة الحسابية تبعتي اللي أنا بدي أقوم فيها، فهدول تأوصل لهاي المعادلة، القيم اللي أنا أخذتهم، كيف أخذتهم، هل احتجت input output، شو اللي اشتغلت عليه بالضبط، هل أنا بدي أحسب radius لا دائرة واحدة ولا مجموعة من الدوائر. أنا بدي أعطيك أنه بدي مثلا تحسب لي لخمس دوائر مختلفات، وإقرأ لي radius من اليوزر بالخمس مرات، هدول كلهم before loop أو while loop أو بدو until، وأحسب لي لكل واحدة وأطبع لي كل واحدة لحالها. فأنا هاي الخطوات اللي أنا عم بشتغل عليها هم اللي بدهم يحجزوا مساحة الآن، وهم اللي الورك بليس أو الورك سبيس اللي أنا بشتغل فيها. بحكي لي الآن كل الأسيمتوتيك نوتيشن اللي هي الرموز اللي استخدمناها سابقاً لحتى نحكي عن التايم كومبلكسيتي، رح نستخدمهم نفس بالسبيس كومبلكسيتي اياهم، اللي هم هدول البيج ثيتا والبيج او والبيج اوميجا والليتل او والليتل اوميجا. رح نستخدم نفس الرموز بالضبط لحتى نحكي عن السبيس كومبلكسيتي. الخطوة الأخيرة أو النقطة الأخيرة بحكي لي عادة أو بشكل طبيعي أي مشكلة أو مجموعة من المشاكل رح يكون في عندي تايم سبيس تريد اوف، علاقة عكسية بين التايم اللي أنا باخده والسبيس اللي أنا بحجزه. فبحكي لي كل ما زادت المساحة اللي أنا بدي أحجزها لألغوريثم معينة، كل ما كان شغل هاي الألغوريثم أسرع، وكل ما كانت طبعاً and vice versa العكس صحيح. إذا كانت المساحة اللي أنا بحجزها صغيرة أو قليلة رح يصير البرنامج عندي أبطأ. فالآن إحنا دورنا أنه نعمل عملية موازنة بين التايم اللي أنا بحتاجه والمساحة اللي أنا بحتاجها. مرة ثانية، إحنا ما بنحكي عن برنامج صغير أو على عدد input صغير، إحنا بنحكي على برنامج بياخد input هائل جداً، عدد الانبوت اللي موجودة عندي كبير جداً، وكمية البيانات اللي أنا بدي أخزنها بملايين ومئات الملايين ومليارات من البيانات الموجودة عندي. فبدي أعمل موازنة الآن لحتى ما يعلق البرنامج، الألغوريثم ضلها تعطيني المعلومات صح، ما تقعد لي ساعتين وثلاثة تنفذ لي عملية بسيطة جداً المفروض أنها ما تأخذ هذا الوقت كلياته. فلازم يكون في عندي موازنة بين التايم وبين السبيس. أي استفسار على هذا السلايد؟ دكتور إسلام، شباب في عندكم استفسارات؟ طيب نروح على أول إكزامبل فعلي لنا، تفضلوا. لا بحكي لك دكتور الأمور تمام. أوكي إن شاء الله تضلها تمام. نيجي على أول إكزامبل، كيف أنا بدي أحلله؟ حكينا إحنا رح نكتب ألغوريثم خوارزمية حسب قواعد معينة، ما رح نكتب سي بلس بلس كود ولا بايثون كود ولا أي شيء آخر. نيجي على البرنامج التالي، حكينا بدنا نحدد إنه شو الإنبوت، شو الأوتبوت اللي أنا بتوقعها، شو الهيدر للميثود، وشو خطوات العمل. ممكن نستخدم حكينا الوايل، ممكن نستخدم الكلمات، الايدنتيشن هون حطوا البريسز، ممكن انه احنا نستغني عنها بسهوله. الانبوت لهي الالجوريثم بحكي لي هي عباره عن اري فيها عدد من الانتجر فاليوز، ممكن تسمي لي اياها ليست فيها ان من القيم. تمام، النتيجه من هاي الميثود انه يجمع لي القيم اللي داخل الليست او اللي داخل الاري. على فرض انه كان عندي القيم التاليه داخل هاي الليست،
بالشكل هذا. جيت حكيت لك شو النتيجة اللي أنت بتتوقعها من هاي الميثود في النهاية، أو شو قيمة الصم في النهاية. بدك تحكي لي بدي أجمع 1+5+10+5، فرح يطلع عندي المجموع 21 بهاي الطريقة. واضح شو المقصود بهاي الألغوريثم أو شو اللي مطلوب منها؟ فبدي أجمع القيم، أنا بدي أبعثك لست معينة بعدد input معين داخل هاي اللست، أنت بدك تجمع لي القيم. خلينا نفهم خطوات الألغوريثم قبل ما نحللها. طيب إذا الألغوريثم اسمها صم، بترجع لي integer value، بما أنه أنا بدي أجمع أرقام صحيحة بتوقع النتيجة تكون إيش؟ رقم صحيح في النهاية. بتاخد array عبارة عن مكوناتها أرقام صحيحة، حجم هاي الأري أو عدد القيم المخزنة داخل هاي الليست أو هاي الأري هو N. فإحنا مش عارفين عدد القيم الفعلي داخل الأري كم هم بالضبط. إيش حكالي؟ عرف لي الأس قيمتها زيرو والآي قيمتها زيرو. لإيش أنا بدي إياهم؟ الأس رح يكون للصميشن أو للمجموع اللي بدي أضيف عليها القيم اللي بدي أجمعهم، والآي اللي هو العداد أو الكاونتر تبع اللوب الموجود عندي. إيش بحكي لي الآن while i أقل من n، إنه أنا i لساتني بالعنصر الأول أو بالعنصر صفر، فأقل من n أقل من عدد القيم اللي أنا بدي أقرأها. إذا أوكي أدخلي على اللوب هاد، إيش ما علي الأس مع قيمة الايتم اللي أنا بدي أقرأها من الأري الآن. بعد هيك غير لي على الكاونتر فاريابل وعمل لي i بلس 1. بس ينتهي اللوب كلياته بدي أرجع قيمة الصم لليوزر. أوكي لحد هون؟ أي استفسار عليها كألغوريثم؟ مرة ثانية مش شرط تكون مكتوبة عندي بالبايثون، بدنا نكتبها كخطوات الآن. المهم إنه تكون المصطلحات بشكل عام مفهومة، إنه الأس من نوع انتجار، الآي من نوع انتجار، في عندي وايل لوب، داخل الوايل لوب أنا بدي أجمع الأرقام اللي من الأري بدي أقرأهم أو من الليست، وكل مرة بدي أعدل على الفاريبل آي لحتى إني أمشي على العنصر اللي بعده. في النهاية بدي أرجع لك المجموع النهائي. في أي سؤال عليها كألغوريثم قبل ما أشرح التفاصيل الكومبلكسيتي والتايم كومبلكسيتي؟ طيب نيجي الآن عليها نفسرها كل واحدة من هاي الخطوات في الألغوريثم كم بحاجة لوقت لحتى يتم تنفيذها. إحنا هون ما بنحكي لا بالسكند ولا نانو سكند ولا بالثانية ولا بالدقيقة ولا بالساعة، إحنا بنحكي كوحدة زمنية أو كم مرة أنا ممكن أمر على هاي الخطوة. خلينا نحكيها، نيجي على أول جملة الهيدر، حكينا ما بهمني أبداً أني أحكي عنه ولا بأي شكل. فالهيدر للميثود أو الألغوريثم ما منحلله من ضمن الخطوات، بنحلل فقط اللي موجودة داخل الميثود هاي. بلش بأول واحدة اللي هي integer s equal 0. هاي الجملة كم مرة رح تتنفذ عندي؟ شو رأيكم؟ كم مرة رح تتنفذ عندي هاي الجملة؟ فيش ردود؟ مرتين. ليش مرتين؟ لا مرة واحدة. مرة واحدة عشان بس يعمل مرة واحدة إنه عرف لي المتغير حط فيه القيمة صفر. هل بدي يعمل شيء آخر؟ لا. إذن تعريف المتغير أو تعريف المتغيرات خلينا نحكي بشكل عام ما بياخد غير من الكومبايلر أو الانتربريتر غير لفة واحدة أو وحدة زمنية واحدة أو خطوة واحدة. فمشان هيك إيش اعتبر لي إنه الجملة الأولى والجملة الثانية اللي هي تعريف الآي كل واحدة بدها فترة زمنية واحدة فقط لا غير، ما في تكرار، ما رح أنفذ الجملة مليون مرة، رح أنفذها مرة واحدة فقط لا غير. فتعريف المتغيرات إذا كان تعريف المتغير مش داخل while loop، مش داخل if statement، مش داخل أي جملة نهائيا، هو هيك بعد تعريف الهيدر للميثود مباشرة، فبيعتبر إنه بده خطوة واحدة أو مرة واحدة كتنفيذ، فبده وحدة زمنية واحدة رح يمشي عليه مرة واحدة. تمام؟ فانتجر S بتساوي 0 وانتجر I بتساوي 0، كل واحدة فيهم بحاجة لوحدة زمنية واحدة. نيجي على جملة الوايل لوب. الوايل لوب الآن أنا بدي أمشي على كل عناصر الأري. خلينا نفترض أنه أن عندي قيمتها 4، عندي داخل الأري أو داخل الليست 4 عناصر. الكونديشن الآن تبع الوايل كم مرة رح يفحص لي؟ أول مرة رح يحكي لي 0 اللي هي قيمة الآي أقل من 4،
بلاقي الكونديشن صح، بيدخل بنفذ بلف لي كمان لفه صح ولا لا؟ بعد هيك بتصير قيمة الآي واحد رح يقارن لي إياها مع الأربعة، برضو الكونديشن صحيح رح يدخل لي على الوايل لوب كمان مرة، بتصير قيمة الآي اثنين أقل من أربعة لسه الكونديشن صحيح، الآي ثلاثة أقل من أربعة لساتنا الكونديشن صحيح 100%، آخر مرة شو رح يعمل تشيك؟ أربعة أقل من أربعة الكونديشن عندي صار خطأ، شو بيعمل لي؟ إنهاء للوايل لوب. مش هيك بيمشي البرنامج؟ في حدا عنده استفسار على هاي النقطة؟ احنا افترضنا انه الان قيمتها اربعة، الاي حسب الكود انه عرف لي الاي قيمته المبدئية صفر، فبيجي بيعمل لي صفر اقل من اربعة، اي اقل من ان، تمام، بيدخل بيعمل لي مجموع الصميشن، بيعمل لي اي بلس ون، فباللف البعديها اي رح تصير واحد ويعمل لي تشيك هل واحد أقل من أربعة داخل الوايل لوب أو الكونديشن تبع الوايل لوب، بعد هيك على اثنين على الثلاث على الأربعة، عند أربعة أقل من أربعة بيعمل تشيك بلاقي إنه الكونديشن غلط وبينهي، تمام؟ طيب كم عدد المقارنات اللي أنا مشيت عليهم؟ خمسة. خمسة، إذن هم كم؟ أن زائد واحد، أربعة زائد واحد خمسة، مشان هيك حكالي إنه الجملة هاي رح تتنفذ N plus 1 من المرات، اللي هي عدد عناصر الموجودة داخل الأري بالإضافة لآخر مرة آخر لفة بده يفحص لي هل الكونديشن صح ولا خطأ، اللي هي اللفة الأخيرة اللي هي أربعة أقل من أربعة. أوكي لغاية هون؟ أوكي. فحص الكونديشن بحاجة إنه يمشي على العناصر كلهم ولف زيادة لحتى يتأكد للكونديشن لساته صحيح ولا صار خطأ، إذا خطأ بينهي وبيحكي لي إنه ما رح يدخل على اللوب بهي المرة أبدا، مشان هيك حكالي إنه هاي الجملة بدها N plus 1 من المرات، مهما كان قيمة الآن رح نحتاج لN plus 1 من المرات، اللي هم الحالات من صفر لقيمة الآن اللي بيكون عندهم سوري للآن ناقص واحد اللي بيكون عندهم الكونديشن صح، بعد هيك قيمة الآن اللي راح يصير عندها الكونديشن خاطئ. ليش؟ لأنه الآي بلشت من الصفر وليس من الواحد، تمام؟ لو آي بلشت من واحد راح يصير إيش؟ أربع لفات بس، بينما لما بلشنا من الصفر أخذ خمس لفات معانا وعمل تشيك على الكونديشن خمس مرات، فهو اللي هي قيمة الآن زائد واحد، تمام؟ وضحت؟ تمام. طيب نيجي على الجمل اللي داخل الوايل لوب، إمتى بتنفذوا هدول؟ فقط في حالة الكونديشن صح، صح ولا لا؟ فعند الكونديشن صح اللي هم عند الصفر أقل من أربعة، عند الواحد أقل من أربعة، عند اثنين أقل من أربعة، عند الثلاثة أقل من أربعة، هل رح تتنفذ الجملة خمسة أو حتى الجملة ستة إذا كان الكونديشن خطأ؟ لا لا. فإذا هون بياخدوا N اللي هي عدد المرات اللي بيكون فيها الانبوت صحيح أو على الانبوت الفعلي للأري بدون أي زيادات نهائية. أوكي؟ عرفنا الفرق بين جملة الوايل والجمل اللي داخل الوايل لوب؟ ليش في فرق بالتايمينج بيناتهم؟ أو ليش الأولى N plus 1؟ حكينا لأنه بدي يفحص الكونديشن اللفة الأخيرة لحتى يتأكد لأنه الكونديشن صح ولا خطأ، اللي هي أربعة أقل من أربعة، بينما الجمل خمسة وستة هم بتنفذوا فقط في حالة الكونديشن صحيح، فهم بياخدوا N من المرات فقط لا غير. نروح على جملة الريتيرن، أنا في نهاية البرنامج بدي أرجع قيمة، فتتنفذ مرة واحدة فقط لا غير. أي سؤال على هاي التفاصيل؟ طيب بناء على هاي التفاصيل الموجودة عندي واللي ذكرت الآن بدي أوجد F of N، فF of N الآن هو عبارة عن إيش؟ هنكتبها كمعادلة قبل التجميع، هم أعطونا التجميع النهائي، فF of N شو بتساوي عندي الآن؟ بتساوي الأرقام اللي موجودة بجنب الأسطر، فهي عبارة عن واحد زائد واحد زائد N زائد واحد اللي هي الجملة الرقم ثلاث زائد الآن
زائد الآن اللي بعدها زائد كمان واحد. إذا بدنا نجمعهم الآن تفضل. أنا فقط عملت جمع للأرقام اللي بجنب الجمل، كتبتهم كجملة جمع. الآن بأخذ الآن كم أنا عندي في هاي البرنامج؟ عندي واحدة ثلاث اثنين ثلاث، فبكتب ثلاثة أن كاختصار، زائد كم واحد عندي؟ زائد أربعة. أربعة، فتطلع عندي شكل المعادلة اللي كاتبين لي إياها تحت، ثلاثة أن زائد أربعة، واضح؟ فقط هو عقام بعملية جمع لإلهم. فالفانكشن النهائي التايم اللي بيمثل التايم لهي الالجوريثم هو 3 ان زائد 4. الان من هي المعادله بدنا نحل زي الطريقه السابقه، انه انا بدي اوجد البيج او. البيج او اللي هي أسوأ حاله، حكينا بنشيل الكونستانت فاليو، بهي الحاله بنشيل الثلاث بنشيل الاربعه، شو بصفي عندي؟ الان فقط، فبتصير عندي بيج او للان. تمام؟ أي استفسار؟ لا الأمور تمام لحد الآن. فإذن من هون وهيك رح نصير نحلل. طبعاً في الامتحان أنا ممكن أجيب لك الألغوريثم بالشكل هذا وأحكي لك جملة مثلاً رقم ثلاث كم التايم تبعها، أحدد لك جملة معينة أحكي لك هاي الجملة بالضبط كم التايم تبعها، فما بدك تشيل الكونستانت، بدك تعطيني إياه زي ما هو N plus 1. إذا حكيت لك بدي الفانكشن f of n معناته أنا بدي مجموع الجمل كلياتها، إذا بدي البيج O معناته أنا بدي أكبر أس أو حسب الكومبلكسيتي اللي موجودة في التابل السابق. فالآن ممكن أسأل عنها بأكثر من طريقة. إذا بسأل عن جملة لحالها باخد بطلع شو هي الجملة، باخد الرقم اللي بجنبها اللي أنا بدي أحسبه الآن. بالامتحان ما رح أعطيك إياها هاي كقيمة، أنت بدك تعمل لي إياها وتوجد لي إياها لحتى تتأكد. ممكن تحط إكزامبل على جنب زي اللي إحنا حطيناه وتتأكد إنه أنا كم مرة ممكن أمشي على هاي الجملة، تعوض مكان أن رقم معين، عوضوا رقم صغيرة 2 3 قيمة الآن 4 بناء عليها بتحدد الآن. إذا أنا حكيت لك بدي الفانكشن التايم فانكشن، فبتكتب لي الفانكشن اللي هو مجموع الجمل كلياتها. طبعاً الكونستانت لازم ينذكروا، إمتى بشيل الكونستانت؟ لما أحكي عن إيش؟ عن التايم كومبلكسيتي اللي هو الشكل النهائي اللي موجود عندي تحت. أي سؤال لغاية الآن؟ واضحة الأمور؟ طيب نروح على الإكزامبل اللي بعده، الإكزامبل الثاني إيش بحكي لي مرة ثانية؟ ممكن نكتبه بايثون، ممكن نكتبه كالغوريثم ونفسره ونحلله. إيش حكى لي؟ الانبوت هي انتجر الري، الري فيها انتجر فاليو او ليست فيها انتجر فاليو، عدد الانبوت في هي الليست او الري هم ان فاليوز. الهدف من هذا الكود انه انا اوجد الماكسيمم نمبر، اكبر رقم موجود في هي الري. على سبيل المثال اعطيتك الارقام التاليه 10 20 5 سالب 1 و15، حكيت لك شو اكبر قيمه موجوده عندك الان؟ 20. الماكس إذن هون رح تساوي أكبر رقم موجود داخل هاي الليست اللي هي العشرين. هذا الكود بده يشتغل على هذا الموضوع. تمام؟ إذن الفكرة واضحة إنه الكود هذا بده يوجد لي أكبر قيمة من ليست معين. نيجي الآن بحكي لي عرف لي define find max، بياخد الداتا اللي هي list of values اللي أنا بدي أتعامل معهم. طبعا حكينا خطوة واحد هاي ما بناخد لها التايم كومبلكسيتي، ما بناخد نسب لها تايم ابدا. نيجي على رقم اثنين هي عبارة عن كومنت او ملاحظة، فبرضه ما بتنحسب في التايم كومبلكسيتي ولا بتنحسب بالفانكشن ولا بحسب لها اي شيء ابدا، لانه هي عبارة عن ملاحظة فقط لا غير، ما لها معنى ابدا. نروح على الجملة الثالثة الان بحكي لي بيجست. تفضل. لا تكمل دكتور. تمام. طيب biggest بتساوي data of zero. هون أنا افترضت أنه ممكن تكون أكبر قيمة عندي داخل هاي الليست هي القيمة الموجودة في الموقع صفر من هاي الليست. ليش أنا افترضت هالقيمة الموجودة في الموقع صفر؟ ما افترضتها قيمة من عندي لأنه إحنا ما بنعرف شو نوع الانبوت، ما بنعرف range تبع البيانات شو هو، ما بنعرف أنه هل أنا بحكي عن أرقام كلها سالبة والأرقام كلها موجبة، هل الأرقام هاي بين الواحد والمية ولا هاي الأرقام بين الألف والمليون،
احنا ما بنعرف الرينج تبع البيانات، فمشان هيك لحتى نكون احنا في السليم بناخذ اول عنصر في الاري بنحصه بنحطه داخل البيجست. تمام، بنروح على الفور لوب. الفور لوب هاي بدها تمشي على عناصر الاري كلياتها عنصر عنصر، بدها تقرا لي العنصر وتحكي لي ايش جمله الاف. اذا العنصر هاد كان اكبر من البيجست غير لي على البيجست، غير هيك ما تعمل شيء. رح يمشي على كل عناصر الاري لحد ما يوصل لنهايتها. في النهاية يحكي لي أنه شو قيمة البيجست اللي أنا وصلت لها. تمام لغاية هون مفهوم الفكرة؟ طبعاً هو افترض من البداية أنه طبعاً في الملاحظة أنه non-empty Python list، أنه list موجودة وفيها عناصر مش فاضية، لأنه إذا فاضية لازم أعمل check عليها. لكن هو افترض أنه في عندي list فيها عناصر، لكن أنا ما بعرف لا شو نوع العناصر اللي فيها ولا كم عدد القيم اللي مخزنين داخلها. تمام؟ الآن بدي أحلل الألغوريثم هاي وأشوف التايم لكل واحدة من الجمل اللي عندي. رقم واحد حكينا، ورقم اثنين ما بيدخلوا بعملية التحليل أبداً. الأولى لأنها الهيدر للميثود، والهيدر لا تحسب أبداً في عملية التحليل. الجملة الثانية لأنها عبارة عن ملاحظة، وهاي الانتربريتر ما بفسر لي إياها وما بحاول إنه نفذ ليها أبدا. من أن نبلش من عند نقطة ثلاث لنوصل لنقطة سبعة. نقطة ثلاث هي عبارة عن تعريف متغير سميناه البيجست، قرأ قيمة من داخل الري. كم مرة رح يمشي على هاي الجملة؟ مرة واحدة. رح يمشي مرة واحدة اللي هي قرأ قيمة خزنها داخل متغير سمى لي البيجست. نروح على الفور لوب. فور فال إن داتا، هذا النوع ما احنا بنسميه for each value، صح ولا لا؟ فهو رح يمشي على عدد عناصر الاري بالضبط، ما رح يعمل check على عنصر زيادة مثل while loop قبل شوي أبدا. فهو بهمه انه يمشي على عناصر الاري من أول عنصر لآخر عنصر، من موقع صفر لعدد العناصر ناقص واحد، صح ولا لا؟ في حدا عنده اعتراض على هاي الجملة؟ فإذا هون أنا بدي أمشي على عدد العناصر الموجودة داخل الليست بالضبط اللي هم N من المرات. أوكي، نروح على الجملة الخامسة الآن. فهو تحت كتب لي الجملة ثلاثة بدها واحد، الجملة أربعة بدها N من المرات. طيب عملية الـ if statement أو فحص الـ condition بالـ if statement كم مرة رح أمشي عليه؟ رح يمشي عليه على عدد مرات اللوب بده يمشي كم. فطبيعي إنه إذا اللوب بده يمشي N من المرات، فحص جملة الاف والتشيك على جملة الاف رح يمشي N من المرات. في أي اعتراض على أي جملة أو أي واحدة مش مفهومة لغاية الآن؟ تمام؟ نيجي على الجملة اللي في عندها حالات مختلفة اللي هي biggest بتساوي الفاليو. فهو بحكي لي تحت من صفر لأن هاي رح يمشيها. طيب كيف؟ رح يمشي البيجست رح يمشيها بزيرو. طبعا هو حاط لي رينج انه هو من صفر رح يمشي على هاي الجمله صفر من المرات، او رح يمشي عليها ان من المرات، او رح يمشي بيناتهم. امتى رح يمشي صفر من المرات؟ اذا كان عندي كالتالي. اذا كانت عندي الليست اللي هي اسمها داتا قيمها مرتبة تنازليا، جيت حكيت لك القيم هم هيك، فمن البداية رح يحط لي البيجست قيمتها 10. رح يمشي على الأري الآن، رح يحكي لي هل 10 أكبر من 10؟ لا، ما تدخل على الإف ستيتمنت، ما تنفذ جملة 6. باللف البعديها اقرأ لي الخمسة، هل الخمسة أكبر من 10؟ برضو لا، ما رح يفوت لي على جملة 6. رح يرجع يقرأ لي الاثنين، هل الاثنين أكبر من البيجست اللي هي قيمتها 10؟ برضو لا، ما رح يدخل لي على الجملة 6. هل الصفر أكبر من 10؟ برضو لا، فما رح تتنفذ الجملة رقم 6 ولا مرة، رح تتنفذ صفر من المرات. واضح كيف؟ واضح كيف يعني صفر من المرات؟ إذا كانت الليست مرتبة ترتيب تنازلي معناته أول عنصر اللي أنا حجزته هو أكبر واحد، معناته الكونديشن بالإف ستيتمنت دائماً رح يطلع عندي غلط،
وبالتالي جملة ستة ما رح تتنفذ أبدا. أوكي لغاية هون؟ طيب أخذ الحالة الثانية أنه رح يتنفذ أن من المرات. إمتى؟ إذا كانت الداتا مرتبة ترتيب تصاعدي الآن، نفس الأرقام 0 2 5 10، فأول مرة رح يحجز لي داخل البيجست الرقم 0، فرح يحكي لي 0 أكبر من 0، طبعاً رح يمشي أن ناقص 1 هم فعلياً بهي الحالة، فصفر أكبر من 0 false ما تدخل. على البعديها 2 أكبر من 0 نعم، روح لي على الجملة 6 ونفذ لي إياها. 5 أكبر من 2 نعم، غير لي عليها كمان مرة، خلي البيجست تساوي 5. 10 10 أكبر من 5 تمام، برضو غير لي. فإذا هون رح نمشي أن أو أن ناقص واحد بأفضل بأسوأ الحالات. الحالات اللي ما بينهم إذا كانت الأرقام مرتبة عشوائيا، فرح تكون كم مرة رح أدخل على جملة بيجست هاي تساوي value اللي هي جملة رقم 6، هون رح يعتمد على ترتيب البيانات عشوائيا، فممكن يكون واحد مرة مرتين، ممكن خمسة، ممكن ستة، على حسب عدد القيم وعلى طريقة ترتيب القيم الموجودة عندي. تفضلي أي سؤال؟ تفضلي. أنا بدي أسأل، بحكي لك مش شرط يكون تصاعدي أو تنازلي، المهم يكون أكبر رقم يعني من جهة اليمين. نعم. أو من جهة اليسار صح؟ نعم، ممكن أنه العشرة هي بس أكبر واحدة موجودة من الأمام، وأجي أحكي لك أنه هون هدول مش مرتبين تصاعدي أو تنازلي، حطيت لك الأربعة هون لسه العشرة أكبر واحدة. هون إجيت دخلت أي أرقام بالنص، هون دخلت مثلاً ستة بالشكل هذا، برضو مش مرتبين، بس أنه القيمة اللي أنا بدي إياها الماكس ممكن تكون أول واحدة أو آخر واحدة. تمام؟ تمام. في أي استفسار على أنه ليش ستيب 6 هي عبارة عن رينج من صفر لأن؟ هي فترة ممكن تكون بفترة معينة. أوكي؟ طيب الآن بحكي لي بالحال الأفضل. شو بالحال الأفضل؟ أنه حكالي أنه جملة 6 تنفذت صفر من المرات، يعني ما نفذناها أبداً. أول عنصر كان هو أكبر عنصر في الليست كلياتها، فشو بدي يجمع واحد زائد أن زائد أن زائد واحد، فتطلع 2N plus 2، بطلع في النهاية الكمبلكسيتي big O أو little O of N. بأسوأ حالة بياخد لي الأن بهي الحالة، فبتكون هي 3N زائد 2، فبتطلع برضو big O of N. طبعاً البيج O والlittle O الفرق بيناتهم إنه شيء بسيط جداً، إنه هي حالة واحدة ما اتاخذت بعين الاعتبار. أي استفسار؟ وصلت المعلومة كيف حللنا هذول البرامج؟ طبعاً لسه ما كملنا، رح نكمل بعد المحاضرة الجاي تحليل برامج أكثر ونفهم كيف عم تشتغل هاي البرامج وكيف تحللت لحد ما توصلنا الفكرة بصورة صحيحة 100%. أي استفسار قبل ما ننهي المحاضرة؟ طيب أنا رح أعمل برنت سكرين لأسماءكم، فأي حدا مش داخل في اسمه يبعث لي على الشات الآن. أي حدا مش داخل في اسمه، طبعا في ناس على الشات كانين داخلين لي أرقامهم الجامعية برضو، أوكي ما عندي مشكلة، يعني انه حابين تساعدوني. دكتور سؤال. تفضل. انا اول محاضره بحضر هاي، الاسبوع الماضي كان في محاضرات؟ نعم كان في محاضرات، اخذنا محاضرتين الاسبوع الماضي. تمام، ونزلتيهم على اللينك موجود على الاي ليرنينج وهم موجودين على قناتي. طبعا بتقدر تشتركوا بالقناه لحتى ينزل لكم اخر تحديثات، بدل ما انكم كل مره تدخلوا على الاي ليرنينج وتعملوا تشيك شو نزل او الى اخره. تمام، أسهل لكم أنا بعتقد، بس هذا برجع لكم في النهاية. اللينك للمحاضرة راح تلاقوه على الإي ليرنينج وعلى قناتي الخاصة على اليوتيوب، تقدر تشوفوا المحاضرة كاملة بكل التفاصيل اللي شرحناها. وراح يكون المحاضرة يعني بالوقت المحدد. أكيد يعني أكيد بدنا ندخل على الوقت بالضبط إن شاء الله. بدخل قبل بدقيقة حتى الكل يقدر يشبك معاي مباشرة بدون مشاكل.
إن شاء الله دكتور، شكراً لك. أي سؤال آخر قبل ما ننهي المحاضرة؟ طيب يعطيكم العافية لغاية هون، تفضل. لا أعطيك العافية. يلا يعطيكم ألف عافية، وأشوفكم إن شاء الله أو نسمع صوتكم المحاضرة الجاية يوم الثلاثاء. إن شاء الله، يعطيك العافية. إن شاء الله.